ما حكم اتخاذ الرجل امرأة سترة؟ ما حكم اتخاذ الرجل امرأة سترة في النافلة والفريضة؟ امرأة سترة؟ نعم. يجوز يجعل شخص أمامه يصلي وراه، يصير الشخص يعني مستقبل القبلة وهذا يصلي وراه يكون سترة، ما في مانع. أما استقبال وجهه لا، يكره هذا، يكره أن يصلي مستقبلا وجه رجل أو امرأة. أما إذا كان أنه إلى ظهره فلا بأس بذلك. نعم.